التحرش الجنسي كابوس يلاحق النساء في مصر وقضية اجتماعية لم تجد من يوقفها من الجهات المسؤولة أو حتى من ضمائر مرتكبيها، فالمتحرش لا يميز بين فتاة صغيرة أو سيدة كبيرة ليترك ضحيته تعاني العزلة والاختباء خلف جدران الصمت خوفاً من العار والفضيحة، غير أن هناك سيدات تجندن بالشجاعة فلم يخفن من العار أو الفضيحة، بل خرجن ليروين قصصهن في العلن. وآخر هؤلاء السيدات كانت الإعلامية المصرية هانية مهيب التي روت لنا تفاصيل ما جرى يوم 25 من يناير كانون الثاني الماضي في القاهرة. دخلت ميدان تحرير بعد الظهر في حدود الساعة 5:30. أول ما دخلت استشعرت إن في جو غير مريح، إنه في قدر من التدافع، في قدر من الاحتكاك، فحسيت إنه الجو غير مريح. قررت إني أمشي، بس قلت لازم أشوف واحدة صديقة ليا قبل ما أمشي من الميدان. حاولت أتصل بيها فشلت، قلت هي بتبقى موجودة في الطرف الآخر من الميدان، مش عايزة أشرح لأنه أكيد برضه ما تعرفوش التفاصيل، هي كانت موجودة في الطرف الآخر. فأنا توجهت في اتجاه هذا الطرف من الميدان في منطقة مزدحمة جدا في وسط الميدان، وجاء حصل تدافع، وكان في مجموعة من البنات حاولت تبعدني عن هذا التدافع، يبدو أنهم شافوا أمور أنا ما كنتش شايفها، عملوا دايرة حواليا وبسرعة شديدة تم اختطافي من وسط هذه الدايرة من البنات، ولمدة عشان يعني أوجز لمدة من 30 45 دقيقة تقريبا تم انتهاكي بجميع الأشكال. المجموعة اللي خدتني أنا مش عارفة عددها، مش عارفة أشكالهم، لأن هم بسرعة جدا عزلوني عن الجموع اللي موجودة، عملوا دايرة ضيقة جدا حواليا، وفي خلال هذا وفي خلال نقلي إلى اتجاه اللي أنا كنت جاية منه لطرف الميدان الآخر، كان في يعني تمزيق لملابسي، انتهاك لجميع اجزاء جسدي بدون تفرقه. والمزعج جدا في الموضوع ان هم يعني انا كنت بصرخ بشكل متواصل وهم كل كلامهم او كل الالفاظ اللي بيقولوها ما فيهاش اي الفاظ جارحه او خارجه. لحظات النجاه من بين براثن المتحرشين تبدو مشوشه بالنسبه لي هانيا، فهي تؤكد انها لا تذكر شيئا منها. ما اكذبش عليك لو قلت لك انا الى الان انا مش عارفه تفاصيل اللي حصل، يبدو ان في احد الصحفيين شاهد ده وكتب شهاده بيقول فيها انه في بعض الرجال كبار الحجم قلعوا الاحزمه بتاعتهم وبداوا يضربوا في الجموع، لكن اللي انا مدركاه تماما انه كان في حد بيحاول طمأنتي، قلت له ارجوك سيبني البس، اديني فرصه ابعدهم عني عشان البس ملابسي تاني، ما ادانيش هذه الفرصه، وجا هو ومجموعة من الأشخاص رموا عليا هدوم وتم رفعي، ولكن في خلال رفعي وقعت هذه الأغطية من عليا وتم نقلي إلى عربية الإسعاف عن طريق أشخاص كانوا بيكملوا عملية انتهاك. يعني إلى اللحظة الأخيرة التي دخلت فيها سيارة الإسعاف كان يتم انتهاكي. ولعل قوة هانيا وإصرارها على الصمود كان الحليفين الأقربين لها في الأيام اللاحقة. الشيء الغريب إن أنا حسيت إن ربنا أداني قوة غير عادية، عند واصرار انه انتوا عايزيني انكسر، لا انا مش هنكسر، والاحساس ده جالي وانا في سياره الاسعاف، يعني انا كنت حاسه انه لازم اخرج من هذا الموقف ولازم ابقى صلبه ولازم ابقى قويه واقف على رجلي. والحقيقه ما استغرقش الفتره السيئه وقت طويل، يعني قد تكون كان طويل عليا بس مش طويل كوقت، من نقلي من السيارة إلى المستشفى وحضور رجال الشرطة، وقدرنا نتصل بزوجي فوصل، وهو أول ما وصل بدأ يتصل ببعض يعني منظمات حقوق الإنسان وما إلى ذلك، ولقيت نفسي محاطة بقدر كبير جدا من الرعاية والعناية. ولكن هل ستمنع مثل هذه الحوادث النساء في مصر من النزول إلى الميادين والمشاركة في المظاهرات والاعتصام كباقي الشعب؟ والله أنا ما أعتقدش إنه هكذا. هقول لك أنا في شيء مهم جدا، أنا تصورت إن أول ناس أو الأول فئة ممكن تتأثر بهذه الحوادث مش الناس المعتادة النزول، لا هي الفئة اللي في مصر بنطلق عليهم حزب الكنبة، سيدات المجتمعات الراقيات اللي يعني بيشاهدوا كل حاجة من على شاشات التلفزيون وكانوا رافضين المشاركة لغاية وقت قريب، لكن بدءا من أحداث الاتحادية ويمكن قبلها بحاجة بسيطة بدأوا يشاركوا بشكل كثيف. أنا يعني أعتبر أنه ليا أقارب من هذه الفئة، وما حصل اتصال ما بيني وبينهم لقيتهم مصرات جدا على النزول مرة أخرى، مصرات على أنه ننزل في شكل كتلة يمكن بشكل منظم أكثر من كده، ما ننزلش
فرادة، ان ننزل في مجموعات كبيرة، ان يكون معانا رجال، نحاول انه نناشد القوى الثورية والقوى السياسية اللي تدعو لهذه المليونيات ان هي تعمل جهد لحماية الميدان. وبينما يغلف التوتر الأجواء في البلاد، ستدفع شجاعة هانيا مهيب المزيد من النساء في مصر إلى الخروج عن صمتهن فيما يتعلق بالتحرش، لعل هذه الجريمة تصبح جزءاً من الماضي يوماً من الأيام. سامي عايش، CNN بالعربية، دبي.